القناة الرسمية للقارئ الشيخ ياسر القرشي تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا ضيف عندي زميل وصديق عزيز الشيخ ياسر القرشي، وبعدين اتفاجأت أنه هو وإحنا قاعدين كده فجأة دخل علينا بركة من البركات ونور من الأنوار، وبعدين لسه سنه صغير يعني يكاد ينفع عريس كده هو. وبعدين قالوا لي ده بقى الشيخ بتاع الشيخ ياسر القرشي، ما كانش ينفع ان احنا نعدي اللقاء ده والقصة ديت من غير ما نخطفه في حفلة واحتفال وتكريم بسيط كده على قدنا. طبعا الشيخ كمال عمر، ازيك الشيخ كمال؟ بكرمك يا مولانا، الله يحفظك. الشيخ ياسر تعبك وبيحفظه بتحفظه؟ لا والله حفظ بسرعة، وكان يعني إنسان لطيف جدا. أنا مش سامع، أنا راجل كبير في السن على صوته. لا كان إنسان محترم وهو صغير يعني، وكان متواضع وكان ذو خلق يعني. ودخل لا يحفظ؟ طبعا، ما هو القرآن يستدعي للأداب والاستماع والخلق، ما ينفعش. عندك كم سنة بتحفظ؟ أنا النهاردة بقالي يعني فوق عن 35 سنة. ده انت سنك يقول 18 سنة، الله أكبر. لا أنا بحفظ. انت لسه شباب. من 88 وأنا بحفظ ما شاء الله. يعني الحمد لله يعني هذا. عندك خطة يا شيخ كمال؟ يعني وانت بتحفظ كيف حفظت الأولاد؟ هل بيكتبوا؟ هل بيعملوا في السبورة؟ هل بتعلموا القراءه الكتاب؟ يعني ادينا الخطة ازاي بيحفظوا. هو أولا هو إنسان متعلم في المدرسة، يتعلم في خلال التربية والتعليم. بيجي متعلم القراءة والكتابة. أنا بنقرأ الآية قدامه مرة واثنين أنا الأول. بعد كده هو بيردها خلفي، بعد ما بيردها أنا أسمعها منه، قرأها كويس بأحكامها كويس. يجي تاني يوم يسمعها لي اللوح اللي خده أو الربع اللي خده، وبنصح له غيره بنفس المنهج ونفس الطريقة. نعم. أنا بنقرأ الأول لأنه لو قرأ هيقرأ خطأ، فالقراءة بتاعته بتكون الأحكام بتاعتها مش يعني كاملة. يعني الابتداء من عندك أنت؟ من عندي طبعا. في تلقنه كم كلمة في التلقين الأول؟ يعني مثلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هل ينفع يقول كل دي في تلقين واحدة؟ لا طبعا. لا على بتدي له قد ايه يعني؟ مثلا جملة، خمس كلمات، ست كلمات. هذا الآية ممكن يعني تقال على مرتين. الآية طالما كبيرة ما ينفعش نقولها له مرة واحدة، على حسب نفسه او على حسب السوق بتاعه، ما ينفعش نطقها مرة واحدة، لازم نطقها على مرتين. والموقف يكون على حسب الموقف الموضوع في المصحف. حلوة دي. طبعا عشان انا لما نقف على آية او وسط الآية نقف موقف تام، يعني تام يؤدي لموقف حسن يعني. وليس وان كان موقف قبيح نرجع نكمل، نبدا على كما بدات قبلها بثلاث اربع حروف على اساس نبدا صح يعني. تمام. تمام. العدد اللي انت اكملت معاه حفظ من الالف للياء لغايه ما ختم القرآن كله، هم الإناث كما ذكرني، هم أكثر شيء اللي هم الإناث. اللي أكثرت معهم وبقيت معهم للنهاية لغاية ما ختموا وخدوا الإجازة فعلا، وهم إناث فعلا من نفس البلدة بس من ناحية تاني. إيش معنى الإناث يعني؟ لأن الإناث مجتهدين ومتفرغين يعني، ما عندهمش مشاغل دنيوية تشغلهم إلا الحفظ والبيت والدروس اللي هي بياخدوها تبع التعليم العام يعني. يعني هن أفضل في مسألة الحفظ والتحصيل من وجهة نظر أو في الواقع اللي انت علمته، الإناث هن أفضل بكتير من الذكور يعني. طبعا الولاد. أنا بالنسبة للإناث أفضل لأنهم مهتمين بكتاب الله أكثر من الذكور. والذكور ما بيهتموش أصلا ومش مهتمين للحفظ زي الإناث. دي شكوى كبيرة قوي منك يا شيخ كمال. لا دي شكوى. لا أنا بأيد الحقيقة وبأيد الصح يعني. الإناث يستحقوا إن هم يقدروا بتقدير يليق بيهم. يكفي إن هم من تمين لكتاب الله. سؤال عايز أسأله لك، هل الولاد البنات المتفوقات أو المهتمات اللاتي يهتممن بمسألة الحفظ وكده مستواهم في التعليم شكله
مستواهم في التعليم بيكون مستوى كويس، يعني ما يقلش عن 80%، وهي درجات متميزة. يعني في الغالب هم بياخدوا دروس وبيجي يكملوا حفظ قرآن. في أنا الوقت كنت عرفت إنه هم فيهم اللي في الطب وفي الهندسة، وإنه ولاد القرآن دايما هم أعلى مستوى في التعليم. طبعا حد معلوم تاني بدون مجاملة يعني. لا هي مش مجاملة، دي صحيح. دي صحيح طبعا، ودي حقيقة، لأن هم أساسا متفوقين بالقرآن. ياخد وقت قد إيه في الحبس؟ أنا عندي غالبا واحدة جلست قدامي ختمت في سنة ونص، يعني دي كان سنها كبير فعلا، كان عندها 27 سنة. يعني ختمت من 25 ونص لغاية ما كملت 27 كانت خاتمة. طب دي صورة نادرة، احنا في المعتاد يعني بياخدوا سنتين، يعني من الأول للآخر. من أول سورة الناس، لأن أنا بنجيب من ناحية الشمال، يعني من قصار السور، يعني على أساس نسهل الحفظ. يعني حفظت أكثر من 50 واحدة. الحمد لله والله، هذا فضل من الله وليس يعني منا. ولا منتش عارف عدد؟ لا أنا يعني ما أحصيش العدد، بس أكثر من 50 الحمد لله. ربنا ينفع بيك. الشيخ كمال عمر ده قصة كبيرة، وأنا متنقل يعني في جميع الأماكن، في البيوت وفي المساجد، وطبعا بنستودعي في أماكن أخرى، يعني بنروح لها أماكن بعيدة، لأن أنا معي دراجة بتنقل به. فبنحاول أن أنا ما نقصرش مع حد، لأن دي مسؤولية وأمانة أنا تحملت. لو طلبناك تحفظ على النت ما عنديش مشكلة، ما عنديش مال. يعني مثلا تقول مجموعة قعدت في دولة من الدول، وهي قدامك زي ما أنت بتشوف البرامج الحديثة دي، كأنك شايفهم كده وتعلمهم وتلقنهم زي ما علمت الولاد دول، عندك مانع من؟ لا أنا أرحب بهذه الفكرة وليس عندي مانع. الشيخ كمال عمر رجل له صيته في محافظته وفي قريته وفي بلده، وده مش مهم، المهم إن هو أخرج لهذا الرجل بكل بساطة جيلا عظيما يتلو القرآن بل ويتفهمه، نشكره ولا نستطيع أن نقدره، فالله وحده مهما فعلنا يجزل له التقدير والمثوبة والعطاء. كنت سعيد به وبأهل قريته، نشوفكم على خير في حلقة أخرى مع محفظ من كبار محفظي أسيوط الصعيد ومصر عموما، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمكم الله فضيلة الشيخ.